مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين ولبس عليكم. قررت ندير سلسلة جديدة وهي فيديو في دقيقة. دونك خديت هاد لا سيت دو تابل من عند أكسيون، كدير يمكن 1.99 تقريبا، قل من 20 درهم مغربية. وقررت أنني غنستعملها في بلاصة هاد المفرش اللي كيكون نورمالمون ديال الكارتون، كيكون ذهبي وكنشريوه وكنستعملوه مره واحده او جوج وكنلوحوه. فقلت علاش لا غندير هاد لا سيت دو تابل ولا المفرش ديال المائده، قطعته على الحجم اللي بغيت وغادي تستعملوه مئات المرات، كيتغسل ويتجمع يتغسل ويتجمع، هكا تحافظوا على الطبيعه. وكذلك المفرش هذا كيبان افضل من ديال الكرتون، وبقاليه منه درت حتى هادو كما كتشوفوا دي سيركل صغيرين باش نحط فيهم الكب كيك. فوالا، هذه هي الفكره. شكرا.